يسبحنا من كل القلب ليك تسبحنا من كل هبحب أنا شد وأغني بنغنيها لك يا رب السماوات كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي التسبيحات كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي التسبيحات تسبحنا من كل القلب تسبحنا من كل هبحب وبفرح القلب لك نشد نظما وترتيلا تسبيحا لك يا إله الكون ورب المخلوقات فيك تسبحنا من كل القلب فيك تسبحنا من كل هبحب تعال ورنم معانا أحلى الترانيم هتلاقي في كل ترنيمة درس وتعليم إلهك صالح اشهد له قل له انت عظيم وليك تسبحنا من كل القلب ليك تسبحنا من كل هبحب وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ليك تسبحنا. قد ايه فرحانين جدا 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 اننا نكون مره تاني معاكم على الهواء مباشره من خلال قنوات الكارما. واحنا النهارده عندنا يوم مميز جدا عشان حلقه مميزه جدا لكل الاطفال الحلوين اللي بيتابعونا في كل مكان في العالم. انا شخصيا حاسس اني انا
هو انا يعني مش بتاع ليك تسبيحنا بقى اللي ايه اللي بيشوفوه بالبدله والقميص، لكن انا حاسس انه هو ده انا. فقد ايه انا فرحان انه النهارده كلنا هنشترك ونرنم ونفرح بالرب الهنا. كل الاطفال عايز اشجعكم تشتركوا معانا وترنموا معانا وتصلوا معانا وكمان تتابعونا وتدخلوا معانا وتشاركونا. النهارده عنوان حلقتنا عنوان جميل جدا ومميز جدا، اسمه أطفال متكلمين. أطفال متكلمين يعني مش صامتين، بيعبروا عن نفسهم، بيعبروا عن اللي جواهم، بيسمعوا كلام أكيد كلام ربنا وبيقولوه كمان. وإحنا هنتكلم عن أطفال حلوين موجودين في كلمة الله في الكتاب المقدس ونتعلم منهم حاجات جميلة. النهاردة معايا فريق جميل، فريق مميز، بتقودوا شخصية جميلة، وقد إيه هما تعبوا علشان يجهزوا ليكوا ترانيم كتيرة في الوقت ده. فريق اسمه غالي، فريق متنوع، وهتشوفوا فقرات متنوعة النهاردة. هما مجهزين لكم حاجات كتيرة جدا جدا جدا. عايز أرحب بأختي مار ومجدي، أهلا بيكي. احنا سعداء جدا ان انت معانا، احنا كمان ونفسي تعرفينا بالفريق واحد واحد. ايه طيب، ايه انا اقول ولا هم يقولوا؟ تحبوا ايه؟ انت تقولي، انت تقولي. اوكي، ايه نانو على الكيبورد، كيكو على الدرامز، جانا، ليلي، ليلي، اليانا، سوسو الفوكال قدام، ان مارلي، سوسو برضو او صوفيا، الشيخ اكرم، وديفيد. ديفيد اهلا اهلا بيكو، احنا فرحانين جدا جدا بان انتم معانا. اشجعكم يا اولاد يا بنات، لو لسه ما كلمتوش اصحابكم لا كلموهم، شجعوهم، قولوا لهم النهارده حلقه ليك تسبيحنا لينا احنا الاطفال، يلا تعالوا افتحوا التلفزيون بسرعه وتابعوا الحلقه. مارو، فكره اطفال متكلمين فكره يمكن انا اول مره لما انت قلتي لي عنها كانت بالنسبه لي جديده، فانا نفسي اعرف ايه الرؤيه او الفكره اللي على قلبكم حابين توصلوها من فكره اطفال متكلمين. اوكي، انا بس عايزه اعرف مبدئيا الفريق، ان احنا يعني فريق بقاله حوالي 3 سنين ونص، ده كان الاساس ان هو بيخدم الاطفال، بيخدم من خلال الخدمات ومن خلال الميديا والحاجات شبه كده، لحد لما بقالنا من شويه يعني ربنا شغلنا كده في فكره انه عشان نوصل للطفل لازم نوصل كمان للناس اللي حواليه اللي هم من بابا وماما والخدام بتوع مدارس احد. فده كان التوجه بتاعنا الوقت اللي فات، ان احنا بقينا حاجه اسمها ذا فاميلي، دي خدمة تحت الرابطة وتحتيها فريق غالي اللي بيخدم الأطفال. ده فاميلي يعني العيلة يعني. العيلة، اه بالظبط، ده بقى التوجه بتاعنا ان احنا نخدم العيلة، وعشان كده بنركز مع الطفل. هنعرف يعني هي أطفال متكلمين دي غالبا هنقعد نتكلم عليها الحلقة كلها، يعني هتعرف حتة حتة منها كده نشوق الناس ليها. يعني احنا دلوقتي العيلة او ذا فاميلي دي الجزء بتاعها الفريق بتاع غالي، بنخدم بالتسبيح، دي اول حاجة عندنا بنحبها قوي، بنخدم اللي هو خدمات الأرض، ان ننزل في الكنايس نعمل خدمات كده، وبنخدم كمان بالميديا ان احنا نعمل برامج وترانيم فيديو كليب والحته دي. هما بيشاركوا، دي الحته الاولى من اطفال متكلمين، هما تقريبا بيشاركوا في كل ده، بيشاركوا طبعا في خدمات الارض اللي هي وزي ما انت شايف الناس اللي بتعزف والناس اللي بتعمل حركات، بيشاركوا في الميديا من البرامج، بيشاركوا من حاجات الحاجات كمان اللي هي ولسه بتعد وهي لسه بتتكتب. خلينا نكمل واقول لك حتت تاني كل شويه. يعني احنا ممكن في ناس منهم بتكتب كمان، بتكتب ترانيم وبتلحن و... وبيألفوا حركات، بيكودوا في وقت، هم اللي بيلعبوا الناس في الدراما في الرياضه. عندنا كميه حاجات كده، هم كمان هيشاركونا خلال الحلقه بحاجات شبه كده كتير قوي. حلو جدا، انا فرحان كمان اني هم سنهم صغير وفيهم ناس بتعزف يعني. بيعزفوا من زمان كمان، بيعزفوا من سنين مش بس لسه قريب يعني. عندهم جراءه انهم يعملوا كده، وانا اشجع كل اب وام قد ايه الفكره دي جميله جدا. انت بتبني في ابنك وبنتك حاجه جميله يلاقي فيها نفسه، يلاقي فيها شخصيته. افضل ما تسيبه على يعني نصيحه كده من اب، افضل ما انت تسيبه كده قاعد طول الوقت على التابلت ولا على الموبايل قاعد وانت مش عارف هو قاعد بيعمل ايه، يعني حاجه في منتهى الخطوره. فانا فرحان يا مارو بان انتوا بتشتغلوا على الاب والام، وده الغرض، العيله وكمان الاولاد. يعني قد ايه انا بيبقى قلبي فرحان لو ابني مثلا زي كريم كده بيعزف درامز، ولا بنتي، انا اشكر رب بنتي بتعزف
وبتخدم ربنا، دي حاجة جميلة، حاجة جميلة تشوف ولادك وبناتك. وأشجع كل ولد وبنت، اوعى تفضل قاعد على التابلت طول الوقت وقاعد على البلاي ستيشن وبتلعب الالعاب بتاعت البلاي ستيشن. انا بلعب مع ابني بي اس 4، بنلعب كرة قدم يعني فوتبول، بنلعب كل حاجة. بالظبط كده. بس مش دي كل حاجة، في وقت للعب وفي وقت كمان نتعلم حاجة جديدة، نرسم، نتعلم حاجة جديدة، ان احنا نعزف. انا اشجعك انك تعمل كده. هنرنم عشان برنامجنا اسمه ليك تسبحنا. الترنيمة اللي جاية ترنيمة جميلة، بتقول طول ما الشمس فيها نور، طول ما في مية في البحور، طول ما الأرض تفضل تدور، هفضل أرنم ليك. يلا رنموا معانا في الترنيمة اللي جاية دي بكل قوة. هنستنى تليفوناتكم. أنا لسه فين التليفونات يا جماعة؟ يلا بسرعة كده كلمنا وشاركنا وقول لنا الفكرة اللي احنا قلناها دي، تحب تقول ايه عن أطفال متكلمين. يلا نرنم مع بعض. انا قد ايه فرحان بالموضوع جدا جدا جدا، ومتشجع جدا جدا باننا بنتكلم عن اطفال متكلمين. ايه بقى موضوع اطفال متكلمين اكتر؟ احنا زي ما قلت حضرتك الاول، انه احنا لقينا ان الاطفال موهوبه من وهي صغيره، اللي بيعرف يعزف، اللي بيعرف يرنم، واللي بيعرف يعمل حاجات شبه كده. قاعد ربنا يكلمنا جدا في فكره انه ان احنا بنقول عليهم لما هيكبروا هيبقوا خدام، وركزنا قوي على الكلمه دي. فلقينا فعلا ناس بتقول لهم واو انت عازفك جميل قوي، ده انت لما هتكبر هتبقى عازف تجنن، يا انت بترنم حلو قوي، ده انت لما هتكبر هتبقى مرنم فظيع، انت بتتكلم حلو قوي، لما هتكبر تبقى خادم. فقعدنا نصلي كتير للفكره دي، وربنا وضح لنا للجيل ده ان هو يقدر يخدم ويستخدم موهبته دي من دلوقتي، ويقدر يجيب نفوس للمسيح من هو في السن ده. والاكثر ركز على فكره انه هما بيأثروا في بعض جدا. يعني مثلا لو مثلا لقيت حد عمل فيديو على التيك توك، تلاقي كله قلده وعمل زيه نفس الترند، يركبوه هما كلهم لانه ده خلاص بقى موجود. فتأثيرهم على بعض اقوى بكتير مننا احنا ككبار. وده اللي اكتشفناه، ان ربنا وضح لنا جدا انه الطفل اللي فيه نور بيقدر يدعي ويخليه العدوى تتنقل. جايه من العدوى دي، العدوى تتنقل بسبب طفل زيه. وده بقى اللي لمسناه فعلا، احنا بقينا معاهم بنبوش جدا ان هم يكونوا بيعيشوا ده بجد في حياتهم. حلوة قوي. وهنشارك اكتر ان ازاي بيعملوا ده. عندنا 2 مشاركه من ولاد فعلا اتلمسوا مع ربنا قوي في حته، وازاي قدروا ان هم يكونوا بيطبقوا ده في حياتهم واثروا على ناس تاني. رائع. انا قبل المشاركات قبل المشاركه اللي هتشاركي بيها، التليفونات هلت بسرعه. دي حاجه جميله. احنا اصلا عايزين وهرجع بيكي سنه ورا لكلمه ليه الفريق اسمه غالي، يعني قبل ما تشاركنا بالمشاركه دي. بس هاخد تليفونات. الو الو احنا اهلا اهلا. مين يوحنا؟
ايوه يوحنا من بني سويف. بني سويف. بني سويف، اهلا بيك يا يوحنا. انت عندك كام سنه؟ 8. 8 يا حبيبي. تحب تشاركنا بايه يا يوحنا؟ بآية. اتفضل. تعالوا الي يا جميع المتعبين واثق الله الاحمال وانا اريحكم، احملوا نير عليكم وتعلموا اني مني لاني وديعكم وضع قلب فتجدوا راحه لنفوسكم، احملوا نير عليكم لان نيري هين وحملي خفيف. متى؟ ها؟ يلا. متى 11 8 28 30. برافو، ندي سقفة ليوحنا. برافو يوحنا، أنت شاطر أوي أوي أوي. أنت حفظت الآية دي من زمان ولا حفظتها لسه قريب؟ حفظتها من الصيف. من الصيف، برافو. مين حفظها لك، بابا وماما ولا في مدارس الأحد؟ جدو. واو، تحياتنا لجدو الجميل. جدو اسمه ايه؟ جدو نادر. طب رائع، تحياتنا لجدو. قول له انكل سامويل بيحييك تحيه كبيره جدا جدا جدا. شكرا يا يوحنا على المشاركه الحلوه دي. يعني بصي الكلام اللي انت بتقوليه، فكره العيله دي، يعني تأثير، بصي تأثير الجد الأهل. يا سلام. أيوه. شيء أيوه. رائع اني ننقل احفادنا كمان كلمه الله. طب هو يوحنا لسه معانا؟ يوحنا، يوحنا انت لسه معانا ولا مشيت؟ احنا عايزين نعرف هو يوحنا. انت سامويل اخوه. طب طنط مروه سامويل اهي معاك. سامويل عندك كام سنه؟ 5 سنين. الله. سامويل انت بتحب تعمل ايه؟ ايه اكتر حاجه بتحب تعملها؟ يعني تعمل تعزف تلعب النبي يسوع. بتحب تعمل ايه مع يسوع بقى؟ يعني بتحب مثلا ترنم، تعزف، ترسم؟ بترنم؟ الله، زي داوود كده. داوود كان بيرنم وهو صغير، انت عارف كده؟ هتشاركنا بحاجة؟ ماشيين من غير رجوع. قول، احنا سامعينك. صوتك حلو. برافو برافو سامويل، برافو، عشت الاسامي. شكرا يا حبيبي، شكرا يا يوحنا. انت وسامويل قد ايه فرحنا جدا بالايه بتاعتك يا يوحنا، وفرحنا كمان بالترنيمه اللي انت شاركتنا بيها يا سامويل. معايا تليفون تاني اخده كمان. نرمين. الو يا نرمين. اهلا بيكي. لا دي بقى كبيره بقى. اهلا بيكي يا اخت نرمين. ايوه انا مبسوطين قوي بالبرنامج انا والاولاد. شكرا. احنا بقى عايزين نكلم الاولاد بعد ما حضرتك نكلمك يعني. ايوه انا بقول لليلي برافو عليكي قوي. انا نانا يا ليلي. فين ليلي بقى؟ هاي ليلي. جايب العيله بقى وكده. تمام. وباتريك عايز يشارك معاكم. اهلا بيك يا باتريك. مارو ممكن تبقى معاك يا باتريك تتكلم. اوكي. هاي باتريك. اهلا، ازيك يا باتريك؟ باتريك انت عندك كام سنه؟ مش باتريك، انا بقول ليلي برافو وفريق حلو. شكرا يا باتريك. باتريك انت في سنه كام يا باتريك؟ ايه؟ انت في سنه كام؟ 8 سنين. انت 8 سنين. اوكي. انت قريب ليلي؟ ايه؟ انت قريب ليلي؟ اه. طيب ماشي يا باتريك، شكرا. ليلي شاطره قوي في الفريق معانا وبتعمل حركات حلوه، ومره قادت هي الناس، تبقى هي الليدر تخليهم يعملوا الحركات قدامها كمان. شفت بقى؟ يلا باتريك اتشجع كده وخليك تبقى زي ليلي كمان شاطر. شكرا يا باتريك. تحب تقول لنا حاجه تاني ولا هتقول لنا باي؟ ها؟ باتريك
هلو يا باتريك. طب خلاص ماشي يا باتريك، شكرا. يلا يلا تعالوا. انا قبل المشاركه انا نفسي ارجع سنه ورا. فكره غالي، ليه سميتوا الفريق غالي؟ عشان اللوجو ده المكتوب، الناس اكيد مش فاهمه. لا، هي دي كانت في البدايه خالص، انه كنا بنحس انه هو عايز يميز الطفل انه غالي في كل، يعني هي كان المعنى واصل من فكره اللي هي الكلمه نفسها، يعني ان انت غالي ايا كان شكلك ايه، شكلك انت كويس. انت دايما عندنا ازمه مع الاطفال، يعني وهي غالبا عندنا ككبار، يعني صح. ان انا مش مقبول غير وانا كويس. فهي كانت الفكره جايه من هنا، انه انا غالي ومقبول ايا كان شكلي ايه ودي. فكنا حاسين ان دي مسج تقيله قوي للطفل ان هي توصل، انه ازاي انا فعلا افضل غالي كده. لانه غالبا برضو ده اللي اكتشفناه لما بقينا نتعامل مع الاهل والمدرسين وكده، انا بحبك لما تنجح، انا بقبلك لما تجيب مجموع، انا فهو القبول والغلو دي كانت حاجه كبيره قوي ان الطفل يدرك انه يعني ايه انا غالي ومقبول طول الوقت حتى وانا وحش. فاحنا كاننا عايزين نكسر اللي بيتقال من الاهل، عايزين نكسر اللي بيتقال من المدرسين، من الخدام، من اصحابه، ان انا لو لعبت معايا كوره كويس فانا هقبلك او هتبقى غالي. فهو كان المين بالنسبه لنا انه لا، دايما بنقول كده في خدماتنا، اي انت غالي بغض النظر انت بتكون بتعمل ايه. يعني جميله جميله الفكره وعجبتني. عندنا تحدي. مشاركه تحدي فعلا تحدي. عندنا مشاركه من نانو، صح كده؟ من ليلي وبعديها نانو هيكونوا بيشاركوا على فكره اطفال متكامله. اوكي اتفضلي يا ليلي. انا اسمي ليلي. انا دوري في الفريق اني اعمل حركات للترانيم في برنامج اسمه عايز اعرفك. انا يعني زي شاركت فيه مره ان ليه ربنا بيحب الضحك. ففي الاول طلعت ايات من الكتاب المقدس وحاولت افهمها يعني فاعرف ليه فعلا ربنا بيحب الضحك. كمان على هاشتاج اطفال متكلمين، هو عباره عن حلقات، فانا عملت كذا حلقه منه. يعني برافو برافو برافو. ان هي تكون بتعمل المحتوى بتاع الحلقه، يعني هي بمجرد ما سمعت عنوان الحلقه ابتدت تطلع هي محتوى، ربنا كلمها بشويه ايات، هي اللي حضرتها وهي اللي صورت كمان الحلقه نفسها. وعندنا هاشتاج احنا مسمينه اطفال متكلمين، ده على منهم، هم اللي بيعملوا الفيديوهات من اول المحتوى، بس طبعا بنفكر معاهم فيها، هم اللي بيعملوا اللي بيصوروه بنفسهم، هم اللي بيمنتجوا ويعملوا عليه كل الحاجات ويدونا الفيديو في الاخر واحنا ننزله على الصفحات. ده ايه العظمه دي؟ عظمه فعلا، احنا فعلا بنشوف عظمه. انت قلت الكلمه بالظبط، احنا طول الوقت نقول لهم الكلمه دي، احنا بنشوف عظمه طول الوقت معاهم. وانهم يفتشوا كمان، سوري ان انا بقاطعك، انه يفتش على في الكتاب المقدس على فكره الايه ويطلع دي في حد ذاتها. يعني انا بشجع كل الولاد والبنات، زمان واحنا اطفال ما كانش حتى في كتاب مقدس المصور دوت. دلوقتي كلنا معانا موبايلات ونقدر ننزل البايبل كيدز، صح، ونطلع من عليه الايات. فانا سوري ان انا قطعتك، بس لا حبيت يعني يا اولاد يا بنات تشجعوا ان انتوا تقروا كلمه ربنا، والكتاب المقدس مليان ايات جميله ومفرحه ومبهجة. أكيد هي طبعا راحت للآية بتاعت افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الفرح ده حاجة جميلة لما نعيش مع رب يسوع طول حياتنا ونبقى ماسكين فيه قوي. عندنا مشاركة من شكل تاني برضو، يعني حاجة للأطفال متكلمين حصلت. ممكن نانو تقول لنا. نانو على البيانو. اللي نانو هي على البيانو. نانو دي جبارة يا جماعة يعني. يلا يا نانو. أولا أنا اسمي نانو، وانا عايزة اقول لكم ان ربنا يقدر يكلمنا برضو من يعتبر اي طريقة. فانا هحكي لكم موقف حصل معايا. انا كنت في كورس سوشيال ميديا، وده كنا يعني اللي بتدينا الكورس قالت لنا ان احنا نقعد نصلي كده شوية، واي حاجة نحسها نكتبها معانا، كان ورقة وقلم يعني. فانا رحت لقيت نفسي ان انا بكتب ان انا هالف ترنيمه بعديها ولحنها الحنها يعني عملها من البدايه. فرحت رجعت البيت وكنت نسيت الموقف، يعني ما كانش في بالي. رحت لقيت نفسي ان انا رحت على البيانو وابتديت ان انا الحن ترنيمه من غير ما اعمل اي حاجه. بعديها لما خلصت يعتبر نص الترنيمة افتكرت ان انا كنت كتبت ان انا هلحن ترنيمة.
واو برافو 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 يا نانو. انا هرجع بالكلام لنانو مره تانية على فكره يا مارو، لاني انها تعمل كده من هي وصغيره فده شيء جميل. وهرجع بالكلام ليكي، بس في تليفونات ده. ايوه احنا بنحس بحاجه جميله. هو واضح الناس بتحبكم فدخلوا علينا هجموا علينا على طول. الو اقفل التلفزيون. ايوه اقفل التلفزيون. الو الو من فضلك وطي التلفزيون او ابعدي عن التلفزيون وكلمينا من التليفون بس. مين معانا؟ طب ناخد تليفون تاني. ارجعي لنا تاني لان انتي مستنيه اسمك يطلع على التلفزيون. بليز كلمينا من التليفون. الو معانا تليفون. ايوه اهلا بيك. انا روماني من كنيسة المقطم. اهلا بيك يا روماني. اهلا بيك. ازيك يا روماني؟ انا حابب بس اشكر. ازيك يا مارو عامل ايه؟ انت كويس؟ ده صاحبك. نشكر ربنا كمان. معانا في الكنيسة روماني، ده يعني ما نعرفش نستغنى عنه كلنا. صاحبنا من الكنيسة. يا رب يخليك. شكرا. اهلا بيك. يا رب يخليك. اهلا بيك يا اخونا روماني. تحب تشارك بحضرتك. تحب تشاركنا بايه؟ اتفضل. انا حابب اشارك بس بجد من يوم ما جيت الكنيسه وانا لقيت فريق غالي فشجعني جدا، وشجعني دور ازاي بتعمل ترانيم معاهم وبتنزل لسنهم والاهتمام بيهم كاطفال، وبحب جدا يعني مشاركتهم لينا دايما على طول. جميل جميل حلوه يعني الشهاده جميله ليهم. تحب تقول حاجه تاني؟ صدقني انا يعني انا بشكر شكر خاص لمارو وللفريق كله. امين ان هم يعني شرف لينا يكونوا في كنيستنا. شكرا ليك يا اخونا روماني، ميرسي جدا لمشاركتك والكلام المشجع. شكرا شكرا لحضرتك. كنت عايز اقول لنانو، عايز اقول لنانو انه يا نانو يعني سوري ان انا لازم ابص للكاميرا يا نانو، بس يرجع لي الفيديو ده مره تاني. وبقول لكل ولد وبنت انت تقدر تعمل حاجات عظيمه لو حطيت حياتك بالكامل في ايد الرب يسوع المسيح. اوعى تبص خالص لسنك، تقدر تعمل امور عظيمه جدا، وربنا استخدم ناس كتيره. واكيد مارو والشيخ اكرم هيقولوا لنا على حاجات كتيره من كلمه الله، لكن تقدر تعمل حاجات جميله وحاجات عظيمه ربنا يفرح بيها جدا حتى ان كنت صغير في السن. مارو الله بيتكلم، بس هاخد الفكره دي. بس احنا لينا وقت بنتكلم وبتليفونات. تعالوا نرنم. تعالوا نرنم. يلا نقول ده يسوع حلو قوي، اللي هيقرب منه مش ممكن يبعد عنه. ايوه. واللي هيدوق حلاوته يفضل قريب منه. يلا نسبح ربنا بالكلمات دي. Yeah.
يسوع أخذ مكاني لما اتصلب عشاني، دور علي بحبه وتعب علشاني الآني. والنهاردة عايز أشجع كل ولد وبنت، أنت غالي جداً، أنت غالي جداً على قلب الرب. الله بيتكلم، وبعد كده في مشاركة للشيخ أكرم، فعايز أخد فكرة الله بيتكلم دي من خلال الأطفال، مش عايز أفوتها. يعني إيه اللي اكتشفناه، أو مش هو اكتشفناه، إحنا حتى برضو بيعمل كده معنا ككبار، إن حسينا إن الناس دايماً فاهمن لازم ربنا هيتكلم بطريقة واحدة، بس إحنا لما نزلنا معاهم من ضمن العظمة اللي شفناها، يعني إن هو بيتكلم طرق مختلفة، وزي ما علمنا برضو إحنا بيتكلم بأشكال. يعني دايماً نلاقي اللي مميز في حاجة. اكتشفنا فجأة ليلي في مرة هي عرفت إن هي شخصية قائدة في نفسها كده، يعني ومميزة قوي في الحركات. حصل دروب مرة معنا في الفريق، حد تعب يعني واحنا رايحين الخدمه، يعني حصلت له مشكله في دقيقه، هي بقت هي الليدر، هي اللي واقفه بتقود الناس ان هي تعمل الحركات، لان هي مميزه في الحركات. لما لقينا ليلي بتكتشف مواهبها، يعني لقيناها ان هي بتكتشف في الكتابه والاعداد والحاجات من شبكه، لما لقينا نانو ان هي بتعمل في المزيكا، فلقينا انه احنا مش عايزين نحد ربنا، او كاننا بقينا نوصل للولاد انه ما نحدش ربنا في حته واحده، لازم انه يكلمني مثلا بالصوت، يكلمني في حلم، يكلمني بالطريقه دي. فكان بيكلم ليهم، ده اللي بقى اكتشفناه معاهم، بطرق مختلفه جدا. وكل واحد لما بيجي يشاركنا بمشاركه، مشاركه مختلفه خالص عن صاحبه عن اخوه. فاحنا بنقعد كده ايه بقى، يعني اخر الحاجات دي ايه؟ يعني كل شويه نلاقي مشاركه مختلفه، طريقه بيتكلم بيها ربنا لحد من الولاد. فحتى وهم صغيرين بيكلمهم بطرق مختلفه جدا، وده اللي لمسناه معاهم. يعني صراحة يعني هم محظوظين بيكو ان انتوا فهمتوهم، وده شيء جميل. كمان بوجه رسالة لكل الخدام اللي بيخدموا الاطفال، اوعى تفكر ان خدمة الاطفال دي حاجة كده يعني سهلة. وللأسف يعني اي حد يجي كنيسة يقول ايه روح اخدم في مدارس الاحد، يا دي حاجة في منتهى الصعوبة جدا جدا جدا. وانا في وجهة نظري دي جريمة. اللي بيخدم في الأطفال ده بالنسبة لي أنا شخصياً، ده لازم يبقى شخص عنده إتقان لكل الأمور، وبيعرف إزاي يتعامل مع الطفل وإزاي يفهم الطفل. هروح بالكلام للشيخ أكرم، بس التليفونات دخلت علينا مرة تاني، I'm so sorry. فأنا هاخد كام تليفون كده وأرجع بالكلام لحضرتك. يلا. ألو؟ ألو؟ أيوة. مين معنا؟ ايوه انا سامع. ألو؟ ايوه اهلا بيكي. انا ولد. ايوه اهلا بيكي حبيبي، سوري الصوت مش واضح. انت اسمك ايه؟ اسمي جيسون ميلاد. جيسون ميلاد، برافو. منين يا جيسون؟ من المانيا. تمام، تحب تشاركنا بإيه يا جيسون؟ مزمور. جميل، اتفضل يا جيسون. نقول؟ اتفضل قول حبيبي. تشكر الرب يكون أرض جديدة. علي صوتك يا جيسون. لأن الرب هو الله. جيسون انت سامعني؟ جيسون غالبا فصل. جيسون شكرا يا جيسون لانك شاركتنا بالجزء من مزمور احنا سمعنا، لان الرب هو الله وصنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. شكرا يا جيسون على المشاركة. معنا تليفون تاني. ألو؟ ألو؟ أيوة. مين معنا؟ ألو؟ أيوة. مين معنا؟ يسام. مين؟ يسام شادي. يسام شادي، أهلا يا يسام، إزيك؟ أنت عندك كام سنة؟ عندي 8. 8، إيه ده؟ كل الناس النهاردة داخلين عندهم 8. وكلهم ولاد الحمد لله، ومحدش بيتفرج هيتفرج على ماتش الاهلي والزمالك، احسن حاجه. يعني بص قالوا لي ان الولاد مش هيدخلوا ابدا على الهوا وهيتفرجوا على ماتش الاهلي والزمالك، ده اكبر دليل ان الناس بتتفرج علينا والاطفال بالذات.
ايوه يا حبيبي، قول يا جميل، تحب تشاركنا بايه؟ ترنيمة. ترنيمة، يلا احنا معاك اهو كلنا. بقدم ليك جسمي وكل حياتي زي الآلات في المصنع الإلهي، ذبيحة حية لك يا فدية مقدسة ضد الخطية، ضد الخطية، ضد الخطية. برافو، ايه الجمال ده، صوتك حلو. فعلا صوته جميل. شكرا حبيبي على المشاركة الحلوة دي. معانا تليفون كمان، حقيقة انا فرحان جدا بالمشاركات. ايوه الو، ايوه ممكن تعلي صوتك. الو الو، ايوه مين معايا؟ انا جورج. جورج اهلا بيك يا جورج، انت عندك كام سنة يا جورج؟ اوعى تقول 8. لا 10. 10 زدنا شوية. كويس كويس كويس، اهلا بيك يا جورج، اتفضل. تحب تشاركنا بايه؟ برنامج اطفال متكاملين. ايوه انا بحب قصة صموئيل. انت بتحب قصة صموئيل؟ واو، انت عارف انه هيبقى في مشاركة بعد شوية عن صموئيل، بس تحب تقول لنا حاجة كده عن قصة صموئيل؟ بحب تكلم يا رب لأنك عبدك سامع. برافو، ايه الحلاوة دي، برافو برافو. انت عارف الشاهد بتاعها فين؟ ها؟ صموئيل الأول. ها؟ صموئيل الأول. أيوه. ثلاثة. أيوه. وعدد 11. ثلاثة. وعدد 11. عدد تكلم يا رب وانا عبدك سامع. شكرا 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 يا جميل، ده بالروح كده. شاطر. يا معايا تليفون كمان، شكرا. الو الو، معلش يا شيخ اكرم. لا هو اصلا قال الكويستو، انا ماليش دعوه. هو الرب. الو مين؟ الو ايوه، انا ملكوت مايكل. ملكوت، ملكوت مايكل، ملكوت دي صاحبتنا. الله، ايه الاسم الجميل ده. ومن القاهرة بتفرج عليكم من ساوند كلاود. واو، ساوند كلاود بتتفرجي علينا من ساوند كلاود. يا لولو يا لولو، ازاي يا لولو من ساوند كلاود؟ عديها عديها. بسمع الترانيم بتاعت غالي على طول. بتسمع ترانيمنا. يا بتسمعي الترانيم بتاعت غالي من على ساوند كلاود. يا ازاي ازيك يا لولو، ازيك يا مارو، عامله ايه يا لولو؟ ما جيتيش معانا الحلقه ليه يا لولو النهارده؟ لولو احكي لنا كده، ايه مواهبك اللي انت بتعمليها؟ انا بتفرج عليكم. انا بتفرج عليك. انا بتفرج عليكم. ايوه انا عارفه، لولو صاحبتنا من الكنيسه، شاطره قوي، حد موهوب قوي. ايوه بترنم حلو جدا. ترنيم الساوند كلاود. ايوه، طب قولي لنا عدد من ترنيمه من الترانيم اللي على الساوند كلاود يا لولو. قولي لنا اي حته. اي حته كده، صغنطوطه كده، صغنطوطه. انا عارفه ترنيمة غالي، انا غالي، عقلي وجسمي غالي، مشاعري وحدي لانه خلقني غالي. بالي انا بالي، عقلي وجسمي بالي، مشاعري ومخبي لانه خلقني بالي. برافو يا لولو، شكر. ايه الحلاوه دي يا لولو؟ لا لا، انا بحبكم قوي. واحنا كمان بنحبك جدا جدا. احنا بنحب، انا بحبكم قوي. واحنا كمان يا لولو بنحبك قوي قوي، وانت المفروض صراحه كنت تبقي معانا في الاستوديو يا لولو. أيوة. انت يعني كده شوقتينا يعني. ثانك يو يا لولو، شكرا جدا 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 على المشاركه الحلوه دي. معانا تليفونات تاني. الو الو الو، ايوه مين معانا؟ اسير. اسير، لا اشير، اشير اشير. يا يا اشير، اهلا بيك يا حبيبي. عندك كام سنه يا اشير؟ كم سنة يا أشير؟ 5 سنين ونص. يا حبيبي 5 سنين ونص، أنت صغير أوي. تحب تقول لنا إيه يا أشير؟ أنا عايز أصلي،
عايزه ارنم ترنيمه. رنم ترنيمه وطنط مارو هترنم معاك بقى. يلا مارو. لو عارفاها يعني. انت معايا اسمع صوتك اسمع صوتي هو حلوتي افتح عيني افتح عيني وتكلمني احلى بدايه انت معايا اسمع صوتك اسمع صوتي هو حلوتي. برافو يا اشير. بس في صوت كده كده جه جنب اشير. ايوه صح لا خدت بالك. انا الحاجات دي ما بتفوتش عليا. مين اللي كان جنبك يا اشير؟ نعم كان في حد جنبك كده رنم معاك. كان في حد جنبك رنم معاك يا اشير؟ اخوه او بابا. يا عيني. ايوه انا قلت كده في صوت كده تخين شويه دخل. اوكي اهلا يا بابا اشير. تحب تقول حاجه تانية يا اشير؟ بابا بيسلم عليك. الله يسلمه. شكرا جدا جدا. شكرا يا اشير انت ولد جميل وصوتك حلو واخترت ترنيمه جميله قوي. شكرا يا اشير. طيب معلش هناخد المشاركه وارجع بالتليفونات لاني طولنا جدا على شيخ اكرم. تليفونات كتير جدا خليكم معانا. الناس اللي على التليفون تفضل معانا لغايه ما هناخد مشاركه جميله من شيخ اكرم وهنرجع لكم بالكلام ونرنم معاكم تاني. يلا اتفضل يا شيخ اكرم. انا هاخد من المشاركات اللي قالوها الاولاد الجمال. جورج تقريبا اخر واحد او قبل الاخير من شويه قبل الاخير كان بيتكلم عن صموئيل. وزي ما كانت بتشارك مارو بتقول اللي على قلبنا ان اطفال متكلمين مش لما يكبروا لكن متكلمين من دلوقتي. الله كلم صموئيل. الله اتكلم اليه وهو صغير. الكبير والكاهن ما صدقش لكن صموئيل كان خاضع لصوت الله. مش بس كده صموئيل الله اتكلم اليه وهو صغير لا كمان لما كبر صموئيل وبقى نبي وهو جاي في القصه المشهوره جدا في صموئيل الاول واصحاح 16 لما كان راح يمسح ملك في بيت يسى. بعد ما يسى جاب له كل الكبار وكل واحد يعدي عليه لا مش هو ده القوي الكبير الطويل مش هو. سألوا صموئيل يسى سؤال في حد تاني فكان يسى بيقول آية أو جملة أو مقطع كتابي في صموئيل الأول 16 وعدد 11 بقي بعد الصغير وهو ذا يرعى الغنم. بالبلد كده بالدارج بتاعنا في طفل صغير كده لسه موجود وبيرعى الغنم يعني. دي كانت وجهة نظر يسى الأب إن ده أصغر واحد وده مش موجود ويعني إحنا إخوات الكبار موجودين. فلما جه والرب شاور عليه كان رأي الرب مختلف. كان رأي الرب قم امسحه لأن هذا هو. الله بيشاور على كل واحد فيهم ويقول هذا هو هذه هي. مرات كتير وجهة نظرنا بتبقى مختلفة خالص زي وجهة نظر يسى الكبار الحلوين لكن مش ببص الصغير ممكن يكون ليه دور فعال. لكن داود مسح مالكا وهو الأصغر. هو ذا بقي بعد الصغير وهو ذا يرعى الغنم. لكن الرب كان بيقول هذا هو لمست قلوبنا كفريق. هذا هو مخليانا نفتح عينينا قوي 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 لأهمية إنهم يبتدوا من دلوقت يعزفوا يرنموا يعملوا حركات يشاركوا يصلوا فيخدموا من دلوقتي. الأساس الكتابي لله هو بيكلم أطفال كتير جدا 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 أكتر من مداخلة كانت لأطفال عندها 8 سنين. يوشيا الملك ملك وهو عنده 8 سنين وعمل مستقيم في عين رب بعد كده لما كبر و كل يعني. القصة بتحكي عن حاجات جميلة جدا. يعرفوا يخدموا أيوة يقدر يخدموا في السن ده طبعا عشان كده احنا مصممين ان احنا نخدم بيهم من دلوقتي. رائع. شكرا جدا شكرا جدا كزي. جدا يا شيخ اكرم بالمشاركة الحلوة دي وتأييدا لكلام الشيخ اكرم. الرب في وقت ما كانت كلمة الرب عزيزة. عارفين يعني ايه يا اولاد يا بنات؟ يعني كانت كلمة الرب قليلة قوي قوي. عارفين ليه؟ بسبب ان الشر والخطية زاد وناس كانت بتعمل حاجات وحشة كتير قوي 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 قوي. بس عارفين
الرب ما لقيش غير طفل صغير. كان في راجل كاهن اسمه عالي، بس للاسف كان ولاده اشرار وهو ما كانش في وضع مظبوط، ما كانش في وضع صح، لكن ربنا لقي طفل صغير كان بيخدم في الهيكل مع عالي اسمه صموئيل. فكلم صموئيل ونادى عليه وقال له الرساله اللي كان عايز يوصلها لشعب كبير جدا في الوقت ده. فانا عايز اقول لك ربنا يقدر يكلمك وانت تقدر تسمع صوته. عشان خدنا وقت كبير جدا في الكلام فاحنا لازم نرنم ونسبح. وانا يمكن اكون صغير وانا يمكن اكون كبير، لكن ربنا بيحبني، انا صنعه القدير. يلا رنم وافرح وابتهج معانا بالترنيمات اللي جايه. هنستنى التليفونات، هناخد التليفونات مش هنسيبها، يعني هناخدها بعد الترنيمه اللي جايه. يلا نسبح ربنا مع بعض. لكن ربنا بيحبني انا صنعه القدير. يعني ربنا خلقني وصنعني وعمل كل حته فيا، عمل شعري ده وعمل مناخيري دي وعمل العنايه دي وعمل وداني دي وعمل ايديا دي، عمل كل حته فيا انا خلقته. عشان كده عايزك لما تقف في المرايه تقول انا مفيش زيي، انا نسخه واحده، انا مش نسختين. بس ما توقفش كتير قدام المرايه، لاحسن ايه بعد شويه يقولوا ماله الولد او مالها البنت. بس كده انت فعلا مفيش منك اتنين، تعرف كده انت صنعه القدير. وربنا عمل صموئيل واحد وعمل مارو واحده وعمل بعد حفظ الالقاب اكرم واحد وعمل ننو واحد وعمل كريم واحد وعمل رفيق اهو في وشي اهو اللي ورا الكاميرا ده واحد، وعمل نبيل واحد اللي هو مدير التصوير يعني، وعمل مخرج واحد اسمه ساهر. اه في مخرجين كتير بس هو ساهر، ما فيش غيره ساهر يعني اللي هو ساهر. ما في مخرجين كتير بس هو ساهر، ما ينفعش يكون واحد شبهه، لا هو ساهر كده. وعمل مرمر اللي قاعد على الباوربوينت، وعمل مينا. كل واحد فينا ربنا خلقه وكسر القالب. عارف يعني ايه كسر القالب؟ عمل فورما كده بتاعه صامول بعد ما خلقه وجبله وفي بطن امه، خلاص ما مش هيعمل شبهه خلاص. ربنا ما بيعملش حد شبه حد، لا ربنا بيعمل كل واحد مميز وغالي. معانا تليفونات كتير. اوه قولي واو. الو قولي الو 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 دي حاجه بسطانه قوي. يلا قولي الو. الو مساء الخير. اهلا اهلا، مين معانا؟ ايوه احنا سامعين كويس. ممكن تقول لنا اسمك او اسمك؟ انا ما عرفتش. التليفون ده فصل، هناخد تليفون تاني بعده. يلا بينا. يلا الو 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 الو. ايوه نعرف الاسم من فضلك. الو احنا سامعينك، اتفضلي. ايوه انا مع حضرتك على الخط من شويه. ايوه اتفضلي احنا على الهوا، اتفضلي عرفينا بنفسك. انا مارلين. اهلا بيك يا مارلين، تحبي تشاركينا بايه؟ ايه رايك الاول سنك قد ايه؟ انا حاسه الصوت كبير مش حد صغير. صح صح صح. الو هي غالبا مش سامعانا حاجه. مارلين انت سامعانا؟ اه شكلها مش سامعانا كويس.
مارلين. ايوه مع حضرتك. انت سامعانا؟ ايوه. اوكي سامعانا؟ اسمعيني من التليفون بس يا مارلين بليز. الو؟ ايوه ايوه صامويل. ايوه مع حضرتك. انا سامعك، انت سامعاني؟ ايوه زي حضرتك. نشكر ربنا الحمد لله. اهلا بيك يا مارلين، انت واضح انك كبيره يا مارلين صح؟ اه انا مارلين من اخوه بدر. اهلا بيك يا مارلين، اتفضلي تحبي تشاركينا بايه؟ اتفضلي. انا معايا جوناثان حابب يشارك معاكم في البرنامج. اهلا بيك يا جوناثان. جوناثان عنده كام سنه؟ انا ايوه جوناثان. انا ايوه يا جوناثان انا سامعك حبيبي. ازيك يا انكل سامويل؟ ازيك يا حبيبي، اهلا بيك. طنط مارو معاك اهي هتكلمك. يا جوناثان ازيك؟ انا قلت ترنيمه. اه احنا بنحب الترنيم قوي يا جوناثان، تحب تقول ترنيمه ايه؟ احب اقول ترنيمه. ايوه ده قرارك. ده قرارك؟ عارفينها؟ بجد؟ طب كويس، انا اللي مش عارفاها، ممكن نرنم معاك؟ اتفضل الاول انت طبعا واحنا هنرنم معاك. يا رب انك تديني تسمع صوته لازم تفكر عشان تقرر لو عايز تبقى واحد من ملكوته تبقى حبيبه وتستعليبه ويعلي صوتك ويقدر معايا أتبع يسوع أتبع حبيبي أتبع حبيبي. انا عارفه حته اللي فداني وضحى بجمال افضل معاه طول الحياه امشي وراه واعيش في هدومه. برافو، ده احلى قرار يا جميل انت يا سكر. شكرا. انا بحب البرنامج. شكرا. انت عندك كام سنه؟ 5 5 واو حبيبي. شكرا يا حبيبي، شكرا عشان شاركتنا بالقرار الحلو ده في الترنيمه الجميله دي. شكرا. اخد تليفون تاني. الو الو. ايوه اهلا. انا كنت بس قطعت. اهلا بيك، اتفضلي. الو تحبي تشاركينا بايه؟ اتفضلي. انا جيسون ملاك. جيسون ملاك؟ جيسون اللي الخط قطع من شويه. جيسون ملاك اهلا بيك يا حبيب الله. ايوه خط قطع من شويه. اتفضل يا جيسون شاركنا، اتفضل. احنا سامعينك يا جيسون كويس. انا مزمور. قول مزمور بس قول بصوت عالي. اهتفل الرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا الى حضراته بترنم، اعلموا ان الرب هو الله هو صنعكم ونحن احنا الشعب كلنا امرأة، ادخلوا ابوابه حمد دياره بالتقدير بدو بارك اسمه لان الرب صالح الى الابد رحمته والى دور الفلاوي نعمناته. امين امين امين. برافو بجد، برافو برافو. أنا فرحان بيك جدا 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 وفرحان بالأطفال الحلوين اللي بيشاركونا بمزامير، يعني واضح إنه في تأثير جميل من الآباء والأمهات على الولاد. أيوة. دول أنا بجد يعني أيوة. حاجة تفرح. أنا عايزة أشجعهم كمان بحاجة أنا اكتشفتها لما كبرت، إن أنا بحاول دلوقتي أحفظ حاجات من الكتاب المقدس دايما أنساها بسرعة، الحاجات اللي أنا حفظتها وأنا صغيرة مش بنساها خالص، فلكل اللي حفظوه ده متأكدة إن هم مش هينسوه خالص، لما بنبذل مجهود وإحنا كبير الذاكرة ما بتسحفناش خالص، فبرافو إن هم قادرين يحفظوا من هم صغيرين كده بجد. برافو عليكم يا أولاد يا بنات، احنا فرحانين جدا جدا بمشاركات. معانا تليفون تاني. الو الو. ايوه انا اسمي. انت مين؟ انا اسمي اميره عجيب من مساخة. انا النهارده اقول لكم ترنيمه حلوه. اوكي روحي. رب خلقني خليقة جديدة ملأ بالني وقال لي خلاص أنا حبيتك مت بدالك
كده انت اخدت قرار مرة اديته حياتي كمان جيت من قلبي كل ايام الجاية اكون كلامي ودايما شبعان احيان بيجي لعدي ويقول اكذب على تحت واحد شاطر عشان حبك وقت حضرتك مش هسمع لي كلام شيطان ولا اديله ودني كمان مش هسمع لي كلام شيطان ولا اديله ودني كمان لكن افكر نفسي تملي اصل بيت طريقه جديده برافو شكرا يا امير. انا عندي 6 سنين. انت عندك 6 سنين. ست سنين وحافظ كل الكلام ده؟ ايه؟ حافظ كل الكلام ده يا امير؟ ده انا الترنيمه دي انت حافظ كل الكلام ده؟ انت اللي حافظه؟ اه. برافو عليك انت شاطر، احنا عشان كده نحييك تحيه كبيره جدا مننا، انت ولد شاطر، انا اول مره اسمع الترنيمه دي. ايوه انا مش عارفاها برضه. احنا فرحانين بيك جدا يا امير، برافو عليك، انت ولد جميل وشاطر، شكرا جدا جدا جدا. انا عندي كام سنين؟ ما انت قلت خلاص بقى. مش انت قلت انا عندي 6 سنين. 6 سنين. ايوه برافو عليك يا امير، انا فرحان بيك، شكرا يا حبيبي، خليك يلا تابع معانا الحلقه. شكرا يا حبيبي، شكرا يا جميل، انت يا امير شكرا. اول مكالمه من مغاغه. مغاغه مش بتجيلنا منها تليفونات كتيره. الو. ايوه دول شويه اخوات مع بعض او عيله كده بيساوموا بعض مين يتكلم في الاول. ايوه مين هو؟ نفس التليفون يعني؟ لا لا اوكي، تليفون تاني. أوكي. الو الو يا جماعه، واحد يقول الو منكم واحنا هنقول احنا معاكم. احنا معاكم. الو الو. طيب ممكن ناخد تليفون غير. انا ساهر. انت ساهر، ازيك يا ساهر؟ ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت كويس؟ اه. وزي رفيق وسما؟ ايه ده انت عارفهم بقى. كويسين. طيب انت تحب تقول لنا ايه يا ساهر؟ كنت عايزه اشارككم بمزمور 23، الرب رعيه فلا يعوزني شيء، رحت بالقلب شديد علشان لما في حاجات وحشه بتجيلي الرب بيرعاني وبيشيلها. امين. يلا يا ساهر قول المزمور واحنا هنقول معاك. يلا الرب رعيه فلا يعوزني شيء، مزمور 23 ايه 1. تمام امين. مش هتكمل بقى المزمور خلاص، هتقول اول ايه كده بس. ضحك علينا. علقتنا يا ساهر. ايوه زي ابوك. شكرا يا ساهر، شكرا، سلم على ماما. شكرا يا حبيبي، شكرا، برافو يا ساهر. ساهر ده ساهر ابني عشان ما نبقاش لحسن الناس يقول لك ايه بيسلم على ماما ده اللي على الهوا. ده ساهر ابني. ساهر الصيف دوه يعني شجعناه قرا العهد الجديد كله. فعلا؟ قرا العهد الجديد كله، خلص العهد الجديد كله، وانا كنت قايل له على مكافاه بس لغايه دلوقتي ما اديتهالوش يعني. وهو كمان بدا في المزامير فتقريبا وصل لمزمور 23. فعلا ايه ده سنه قد ايه؟ ساهر 10 سنين. فاحنا شجعناه انه يقرا العهد الجديد فقراه وخلصه. شكرا يا استاذ ساهر. ومعانا تليفونات ثانيه. اخويا ساهر سعيد، يا اخ ساهر، المخرج بتاعنا اسمه الاخ ساهر. اما انا عندي ساهر ورفيق هنا في الاستوديو وساهر ورفيق في البيت. الو الو مين معانا؟ الو. ايوه ايوه مين؟ انا كراس. كراس اهلا بيك يا كراس، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 12 سنه. حبيبي اتفضل يا كراس، تحب تشاركنا بايه؟ طنط مارو هتكلم معاك اهي. يا كراس ازيك؟ كراس سامعني؟ انا كويس. عندك كام سنه؟ 12. 12 سنه. بتحب تعمل ايه يا كراس؟ ايه اكتر حاجه بتحبها قوي؟ الترانيم. بجد؟ طب انت محضر ترنيمه او تحب ترنم معانا؟ احنا بنحب برضو الترنيم قوي بصراحه.
تختار ايه؟ ترنيمة ايه؟ انا عندي جيتار. اوكي حلوة، احنا عارفينها، ترنيمة لذيذة. يلا ابتدي واحنا هنحاول نقول معاك. تمام اتفضل. الو. احنا سامعينك. يلا يلا هنرنم معاك بس. انا عندي جيتار بسبح اسمك ليل ويا نهار. انا عندي جيتار اديله فرصه بسبح اسمك ليل ويا نهار. اول وترين هم عينين الاثنين، هم عيون الاثنين، برافو. دايما يسوع هم باصين فاسين. تاني وطرين وطرين هم ايديا الاثنين، دايما يسوع تعمل اعمال الاثنين. برافو. انا عندي كتار بعشر اوتار بسبح اسمك ليل ويا نهار. انا عندي جيتار بعشر اوتار وبسبح اسمك ليل ويا نهار. برافو برافو كرار. برافو قوي 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 بجد. اوه ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه الناس الحلوه دي والترانيم الجميله دي. شكرا يا كراس انك شاركتنا في بالترنيمه الحلوه جدا دي. معانا تليفونات تاني. ايوه الو. انا ماليش دعوه. لا خالص براحتهم، ده برنامجهم. هما بيحبوكوا بقى، انا ماليش دعوه. الو. الو. ايوه مين معانا؟ سيمون ملاسة. ممكن توطي التلفزيون شويه او تبعد عنه؟ ابعد عن التلفزيون، كلمني بس من التليفون. ماشي. قول بقى اسمك. سيمون ملاسة. اسمك ايه؟ ريمون منسا. ريمون منسا صح؟ سيمون. سيمون 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 منسا. اوكي اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك. تانت مارو ما هي معاك. ازيك يا سيمون؟ عندك كام سنه يا سيمون؟ عندك كام سنه؟ 11. انت كبير بقى. قول لنا ايه حاجه بتحب تعملها في يومك او بتحب تعملها مثلا في خلوتك او حاجات كده؟ تسبيح للرب. تسبيح. انا مبسوطه قوي ان كله بيقول تسبيح بصراحه. اكتر حاجه بحبها قوي. طب تحب ترنم معانا حاجه او احنا نرنم معاك حاجه؟ ايه تحب ايه؟ ماشي. لما كانت الخطيه. طب اقولها عشان احنا دي مش عارفينها قوي، هنحاول نقول معاك. اتفضل. يلا يا شيمو يلا قول. لما كانت الخطية بض ونار وعودية جي من السما مقصود عشان مهما كان يقدم ليا فرصة ثانية أعيش معاه حياة أبدية واداني طلاق وحرية وتمجاني خطة يا غلط مرمية بحر النسيان منه وأنا صرت ابن حر واسمي مكتوب هناك عند سفر الحياة وانت زي مكان ليك مكان خطة يا خلاص مرمية بحر النسيان مني انا صرت ابن حر واسمي مكتوب هناك عند سفر الحياة وانت زي مكان ليك مكان. برافو 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 برافو. صوته لذيذ قوي على فكره. احنا النهارده يعني بجد بنكتشف حاجات جديده. انا شخصيا في ترانيم كتير ما اعرفهاش. ايوه ومواهب كمان حلوه قوي. مواهب جميله. شكرا 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 يا حبيبي. التليفونات الكتيره غيرت لنا فعلا، غيرت لنا جو البرنامج. أيوة. وخلتنا ابتهجنا وفرحنا. احنا كان علينا حرب كتيره جدا النهارده وما كناش هنبقى على الهوا. أيوة. بس نشكر ربنا. يعني احنا فرحانين انه ربنا ابطل كل حاجه كان بيجهز ليها ابليس، افسدها الرب يسوع وطلعنا وكنا معاكم عشان نفرح بيكم. احنا شكرا. عندنا دلوقتي صلوه.
هناخد انت كنتي بتقولي كنا محتاجين نصلي علشان احنا الجيل ده. نفسنا نصلي للجيل ده قوي، احنا فارق معانا قوي بصراحه. هاخد من كلمه انت قلتها بصراحه، احنا بنصدق فيهم قوي، بنصدق ان هم مميزين، وده اللي نفسنا كانها دعوه فعلا للناس الكبيره بجد. صدق في الجيل ده قوي لان هو فعلا جيل بينفع يستقبل، ينفع ياخد حاجات فعلا من ربنا كتير قوي. حاجة كمان بصراحة دي رسالة للقادة والأهالي، يعني نفسي قوي إنه تصلوا لولادكم كتير جدا جدا جدا. الصلاة فعلا بتغير، بتغير في الحماية عليهم من المجتمع ومن اللي بيشوفوه. الصلاة بتفرق معاهم هما شخصيا. كمان حتة يعني شبت في الكلمة اللي قلتها إن إحنا مصدقين فيهم، أو يا بختهم بإن إحنا مصدقين فيهم، ساعدوهم ان هم يتحطوا على التراك الصح. يعني احنا مثلا من ضمن الحاجات اللي بنحاول نعملها في الفريق، بنحاول جدا ان احنا نخصص له كده كده مخصصين يوم في الاسبوع ان احنا بنصلي ونصوم ليهم طول الوقت. عندنا كمان بنحاول نعلمهم حاجات، يعني بنعمل لهم زي مدرسه للميديا ان هم يشتغلوا على السكيل بتاعتهم. يعني هم لما يجوا يعملوا اطفال متكلمين دي عايزين يعرفوا يصوروا ازاي، يعملوا ازاي، فاحنا بنساعدهم على مستوى المواهب ان هم كمان يكونوا بيعملوا كده. عملنا ليهم كمان كام حاجه كده فرقت معاهم قوي، بنطلع مؤتمرات او كامبات نشتغل الحته الروحيه معاهم، لان هم فعلا جيل مميز وموهوب قوي. لو احنا ساعدناهم كقاده وكاهالي ان احنا نحطهم على التراك، بس الاول نصلي لهم ونصدق فيهم بجد، هيبقوا في حته تاني. بس يعني هو ما نستناش لما يكبروا، صدقوا فيهم من دلوقتي وساعدوهم. اعملوا لهم بقى على حسب كل واحد في المكان اللي هو فيه، يعني لو انت بابا او مامته ساعده على مستوى العيله، لو انت القائد بتاعه او انت في مكان بترعى اي طفل، حاول انك تشتغل على السكيلز بتاعته، لان هو فعلا عنده مواهب وعنده وزنات كتيره قوي، بس محتاج اللي يساعده. نفسنا نصلي لهم قوي، نفسنا نصلي لكل الجيل ده حمايه ليه، ونفسنا كمان اللي يصلي لهم حد من الاطفال. يعني هي سيلو هي هتصلي للجيل بتاعها وهتصلي للاطفال اللي بتسمعنا. أمين. وللفريق. امين. يلا تعالوا كلنا نصلي مع سيلو. سيلو يلا سيلو هتصلي لنا واحنا كلنا نصلي معاها. شكرا يا رب على اصحابي، شكرا على مواهبهم، يا رب خلينا نستخدم المواهب دي في خدمتك. امين. آمين. آمين. صلوة جميلة من طفلة جميلة فيها صدق وفيها لمسات حلوة وشيء مشجع جدا. شكرا يا سيلو يا قمر، انت يا حلوة. احنا عشان الوقت جري بينا وانا مش عايز اخدك، بس هو فاضل 11 دقيقة، اقل من 11 دقيقة، فاحنا دلوقتي هناخد البرومو ونرجع بالمشاركة. هناخد البرومو خاص بفريق غالي والبرومو خاص بالحلقة بتاعت ليك تسبيحنا. يلا ناخد البرومو، بعد البرومو هناخد مشاركة من الفريق بمشاركة تاني. خليكم معانا، محدش يروح في أي مكان، ركز في البرومو اللي جاي دوا وارجع معانا مرة تاني جوه اللوكيشن. يلا ناخد البرومو مع بعض. ازاي استخدمنا كأطفال فريق غالي بأننا نختمه بطرق كتير قوي سنة 2023، وبعد ما اتجمعنا قدامه في مؤتمر خاص بينا كفريق، مؤتمر على شبهه اللي فيه عرفنا ازاي نكون شبه يسوع بجد خدام ليه، وقدرنا احنا كأطفال نكتب ونصور ونمنتج أكتر من 12 فيديو احنا مفكرين فيه. الحاجات دي اتعلمناها في مدرسة الميديا الغالي، والفيديوهات دي كانت تحت هاشتاج أطفال متكلمين، لأن كانت دعوة ربنا لينا إننا نكون بنشهر عنه من وإحنا صغيرين. كمان الفريق قدر في السنة دي إنه ينتج 14 ترنيمة موضوعات وأهداف مختلفة، زي ترنيمة أنا غالي يسوع بطلي وأنا سوشيال ميديا. كمان قدرنا نصور بعض منها في شكل فيديو كده. اكتشفنا ان عندنا اسئله كتير لربنا محتاجين نعرف اجابتها احنا واصحابنا، علشان كده عملنا 13 حلقه من برنامج عايز اعرف في مصر وفي لبنان. كان جوانا قوي ننشر كلمه ربنا بكذا طريقه، فعشان كده قدرنا نصور اكتر من 10 فقرات دراما واربعه انفوجراف، ده غير برنامج الكتالوج وفقره لذيذه قوي فقره كرياتي، زائد بعض الايات والصلوات اللي كانت بتساعدنا نوصل رسالتنا بطرق مختلفه للاطفال. بتفضل اكتر حاجه بتفرق معانا وتفرح قلبنا لما نقابل اصحابنا ونكلمهم عن يسوع في الخدمات في الكنايس. عشان كده قدرنا نعمل اكتر من 15 خدمه سنه 2023، وبدأنا في سنة 2024 بخدمة مختلفة في مستشفى 57-357. كمان أنتجنا ترنيمة جديدة باسم العيلة. عيل.
وابتدينا بعدها مجموعة من الخدمات للعيلة بعنوان فرح أبدي. فرح أبدي هو يوم مميز قوي للطفل بنقوم بتنظيمه في خدمة العيلة فريق غالي تحت شعار ولا ينزع أحد فرحكم منكم يوحنا 16:22، واللي بندعي فيه بابا وماما يكونوا بيحضروا مع أطفالهم الفرح السماوي اللي بنعيشه على الأرض خلال اليوم ده. في اليوم ده العيلة كلها بتتجمع وتشارك في التسبيح، مسابقات مع الكتاب المقدس، دراما، صلاة، ومحاضرات لتوصيل الحق الكتابي في تربية أطفالنا، ألعاب للأطفال، وكمان ألعاب جماعية للعيلة مع بعض. هدفنا إننا نعيش خلال اليوم ده نموذج العيلة الحقيقي اللي الله خلقنا عليه. عندنا أحلام أكتر وأكتر من ترانيم جديدة وكمان خدمات كتير نفسنا نكون بنحققها سنة 2024. اهلا بيكم مره تاني في برنامج ليك تسبيحنا. قد ايه البرومو كان جميل وشفتوا قد ايه ربنا يقدر يستخدمك وربنا يقدر يعمل منك حاجه جميله وحاجه عظيمه جدا جدا جدا. هناخد ترنيمه دلوقتي، هنرنم مع بعض ترنيمه جميله بتقول غالي بعنوان الفريق. تحب تقولي حاجه؟ هي دي شعار الفريق بتاعنا، يعني اللي بنقول فيها الكلام اللي كنا بنشرحه في الاول يعني. جميل، يلا نقول مع بعض، يلا نشارك كلنا ونرنم مع بعض ترنيمه غالي. أنا غالي غالي، أنا غالي، عقلي وفكري غالي، مشاعري ومواهبي، أنا كل حاجة فيا ربنا خلقها ولأني أنا غالي.
عايز ناخد مشاركه دلوقتي من ولد جميل معانا في اللوكيشن، هو من واحد من ضمن افراد الفريق، دودو صح؟ دودو. اهلا بيك يا دودو، اتفضل شاركنا بالمشاركه بتاعتك، قرب المايك واتكلم. انا عن نفسي قررت ابقى سوشيال ميديا. لا اهزر بقى دودو عشان احنا على الهوا يعني خلينا جد شويه. ماشي. انا قررت انه بالطريقه اللي احنا بنتواصل بيها دلوقتي وبان هو جزء من حياتنا اللي احنا عايشينه دلوقتي ان هو في وسط السوشيال ميديا، ان انا ابقى دي طريقتي ان انا اوصل قد ايه ربنا حلو، قد ايه انا غالي فعلا. فدي الطريقه ان انا دلوقتي بخدم بيها، انه انا بوصل فعلا ان انا غالي وان انا حلو. بتعمل لنا ايه بقى يا عم السوشيال ميديا انت؟ دودو يعني متنوع جدا في السوشيال ميديا فعلا، هو فعلا سوشيال ميديا في نفسه، يعني الترنيمه اللي جايه غالبا انت هتحس متفصله عشانه. برافو عليك يا دودو. انا بدات من فتره مع الفريق، كنت بدات اعمل ستوري تيلينج، ده كنت بصور فيديو في وسط التدريب اللي بنبقى فيه، بصور كل حته حته بنعملها في التدريب بفيديوهات بقى بالتفاصيل اللي فيه والحاجات اللي بتضحك. كنت بحاول ابين في الفيديو قد ايه احنا التدريب بتاعنا بنحاول نبذل فيه مجهود حلو، لكن مش بس بيبقى تدريب فيه توتر او مضايقه، لكن احنا بنعيش فعلا جو حلو وفي الجزء الروحي في الاول اللي بنشارك بيه مع بعض. تاني حاجه، لما بدانا هاشتاج اطفال متكلمين، بدانا نعمل فيديوهات بنتكلم فيها عن ربنا، عن حاجات احنا بنعيشها من واحنا صغيرين. اكتشفت في الحته دي انه انا مش شرط ابقى خادم او قائد في مدارس احد، انه انا اكون بخدم او ان انا بكون بوصل رساله، لكن ان انا اطلع في فيديو واتكلم وبين كل حاجه انا اقدر اقولها، انا فعلا كده اكون بقدر اخدم. انا برضو بشارك بالفريق في كذا حاجه، يعني انا بمثل في الدراما، يمكن تكون دي موهبتي الاساسيه، وبكتب السكريبتات اللي احنا بنمثلها، ودي حاجات يعني ربنا مديهاني. انا فعلا اكتشفت ان انا بخدم حالا من دلوقتي بالحاجات اللي ربنا مديهاني، وان هو حابب ان انا اكون بوصل اسمه بيها. شكرا 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 يا دودو يا جميل، شكرا جدا عشان المشاركه الحلوه دي. احنا كمان من كل قلوبنا يعني بجد نفسي اقول شكرا لكل واحد في الفريق، لاختي مار وشيخ اكرم، والوقت اللي قضيناه معاهم الوقت جري بسرعه جدا، الحلقه وقتها محدود للاسف، ما قدرناش نقول كل حاجه، كان عندنا ترانيم كتير وكان عندنا حاجات كتير. كمان بنعتذر لكل التليفونات اللي كانت على الويتنج، اللي كانت الناس نفسها تدخل وتشارك معانا، الوقت جري بينا ما قدرناش ناخد كل حاجه، بس نوعدكم ان احنا نعمل حلقات اطفال كتير وتكونوا انتوا بتشاركوا معانا. هناخد اخر حاجه، عايز اشكرك يا مارو. شكرا لكم انتوا بجد، ميرسي جدا لوجودك. شكرا شيخ اكرم، شكرا على، شكرا يا اولادي يا حلوين، شكرا لكل واحد تعب بجد وقدم حاجه من قلبه. وعايز اقول لك ركز انك انت غالي، وكمان ربنا على قلبه امور عظيمه جدا ليك. هنختم بالسوشيال ميديا مع بعضينا، ونشوفكم في حلقات جديده من برنامجكم ليك تسبحنا. يلا نقول انا سوشيال ميديا، انا سوشيال ميديا، انا سوشيال ميديا. بنعرف منها معلومات، اخبار، ارقام، اي هبات، ورغم غلط كل الحكايات كلنا بنصدق في بالذات، عشان مش ساكته وخطوهات وتحط كمان حبه نشاط. طب ليه مش هسكت تاني كل الاوقات؟ ده احنا مصدر معلومات، مصدر موثوق من غير حوارات، حاجات وعجايب معجزات، دوري وهدفي هشهد هعمل دوري والباقي عليه، ما انا سوشيال ميديا.
عن صديقي اللي دايما معايا وروحه جوه مني.